الحملة بال 2008 هي سادس حملة، كلهم كانوا بمركز جامعة دمشق لنقل الدم. هي أول حملة بتصير عملناها خارج المركز. قدروا يجيبوا معدات موجودة بهذا الباص الموجود هون، معدات كأنك عم تبرعي هونيك عندهم، الكراسي المواد كلها موجودة هون. فهي أول مرة بتصير إنه نحن بنجي وبنتبرع خارج المركز. عندنا وحدة قطف متنقلة، هي وحدة قطف متنقلة اليوم أول يوم تباشر عملها، مجهزة بكامل التجهيزات كأنها غرفة تبرع بالدم، مجهزة بموازين، مجهزة بكياس، بكل شيء بخص سحب الدم موجود فيها للعربي. لازم نتبرع نحن لأنه كل مواطن بحاجة للدم، في كتير عنا إصابات والمشافي بحاجة. ثلاث أرباع العالم برمضان رح تكون إنه صايمة وما لها قدرانة، وفعلا يعني فعلا بيكون في تعب، فنحن بحاجة إنه يصير هذا الشيء قبل رمضان وياخذوا كمية منيحة مشان قتل العالم تعتاز يكون في وارد منيح. عرفنا إنه اليوم في تبرع بالدم، فجينا لهون نحن نقدم هذا الدم. في ناس بحاجته، في ناس ممكن تكون جرحى كمان بحاجة هذا الدم.